السلام عليكم ورحمة الله حبايبي طلاب الصف الخامس ساينس، معاكم مستر طارق مدرس اول ساينس. ونبدأ مع بعض على خير منهج الترم الثاني وليسون 1. نبدأ مع بعض. الليسون بيتكلم عن الهيدروسفير اند بايوسفير، يعني الغلاف المائي والغلاف الحيوي، وهنتكلم عن الاتموسفير وهنتكلم عن الكرة الأرضية عموما. نبدأ مع بعض الدرس بتاعنا بحكاية جميلة. الحكاية دي هتفهمنا الدرس بتاعنا بيحكي عن ايه. يلا بينا. يلا. كان في مع بعض ولد اسمه يحيى. يحيى بيحب يعمل مغامرات، فركب بالون. البالون ده اللي هو بيطير في الهواء. قبل ما يركبه هو البالون ثابت على الارض، هو البالون ثابت على الارض، شاف على الارض في روكس، على الارض في صخور. الارض عليها ايه؟ صخور. الصخور دي اللي على الارض سماها جيوسفير. يبقى اي صخور على الارض هنقول عليها ايه؟ جيوسفير. يبقى ده الجزء الايه؟ الاولاني. يحيى بيلاحظ، يحيى ماله؟ بيلاحظ الارض بتتكون من ايه؟ فلقى ان على الارض في حاجات اسمها ايه؟ جيوسفير، صخور. بيبص بعينه بعيد لقى في ليك، بحيره. قال لك البحيره دي الميه عموما اسميها ايه؟ قال لك نسميها هيدروسفير. اسمها ايه؟ هيدروسفير. يبقى ده الجزء الثاني اللي بتتكون منه الارض. يبقى بتكلم على مين؟ بتكلم على الارث عموما. فالارث بتتكون من ايه؟ عارف كده لما يكون عندك رغيف عيش وتقسمه اربع ارباع، صح كده؟ الارض بتتكون من اربع حاجات. فاحنا دلوقتي عمالين نتكلم عن ايه؟ اتكلمنا عن الايه؟ الصخور. قلنا اسمها ايه الصخور؟ جيوسفير. اسمها ايه؟ جيوسفير. طب لما شاف الليك البحيره وقال الميه، الميه اللي بتغطي الارض هسميها ايه؟ هيدروسفير. طب لقى ان في انيمالز تشرب من الميه، قال لك الانيمالز عموما هسميها ايه؟ بايوسفير. بعد كده مره واحده الهواء جه طير البالون، فقال لك الهواء اسميه ايه؟ اتموسفير. يبقى انا كده عندي كام حاجه؟ عندي اربع حاجات بيتكون منهم الارض. ايه هما؟ مع بعض جيوسفير، هيدروسفير، بايوسفير، اتموسفير. اجين ها، جيوسفير، هيدروسفير، بايوسفير، اتموسفير. كام حاجه؟ فور سينجز. فور سينجز. نبدا مع بعض. جيوسفير، جيوسفير، اول روكس اون ذا ايرث، كل الصخور. الارض عليها صخور كثيره جدا، فالجيوسفير هي مين؟ الروكس. في روكس اون ذا ايرث، في صخور على الارض، وفي روكس انسايد ذا ايرث، جوه الارض خالص. دي تبقى دايما مولتن، تبقى ايه؟ مولتن. خلاص. يبقى انا كده عندي الصخور في منها كام نوع؟ في روكس اون ايرث، وعندي روكس اندر ذا ايرث، تحت الارض خالص، بيقولوا عليها مولتن روكس. مولتن ايه؟ روكس. ده اسمه ايه ده؟ جيوسفير. اسمه ايه ده؟ جيوسفير. طب لما نيجي نتكلم على الهيدروسفير، الووتر، بتكلم عن ايه؟ اول ووتر اون ذا ايرث. يبقى هيدروسفير وانت مغمض، هيدروسفير اول ووتر اون ذا ايرث، هيدروسفير اول ووتر اون ذا ايرث. طب لو جينا اتكلمنا عن بايوسفير، بايوسفير اول ليفينج اورجانيزم، كل كائنات الحيه، هيومن، انيمال، بلانتس، مايكرو اورجانيزم، كل حاجه. يبقى بايوسفير عباره عن ايه؟ اول ليفينج اورجانيزم. تاني، بايوسفير اول ليفينج اورجانيزم، بايوسفير اول ليفينج ايه؟ اورجانيزم. طب لو جينا اتكلمنا عن الاتموسفير، الاتموسفير اللي هو الهواء، عباره عن ايه؟ عن ميكستشر اوف جازز. جازز يعني ايه؟ نيتروجين، اكسجين، كربون داي اوكسيد. يبقى عندنا كام حاجه؟ ثلاث حاجات. ثلاث حاجات مع بعض. اتموسفير، الهواء بيطير. اتموسفير الهواء ايه؟ بيطير. عباره عن ايه الهواء ده؟ اكسجين، نيتروجين، كربون داي اوكسيد. تمام كده؟ دول تاني مع بعض. يبقى انا بتكلم على الايرث تتكون من كام حاجه؟ فور ثينجز، جيوسفير، هيدروسفير، بايوسفير، اتموسفير. الجيوسفير الروكس، الروكس في مني روكس اون ذا ايرث، وفي روكس اندر ذا ايرث. الهيدروسفير في عندي ووتر، all water on the earth، الاوشن والريفرز. طب البايوسفير all living organisms،
تاني البايوسفير اول ليفينج اورجانيزم. طب اتموسفير الهواء بيطير زي ايه كده؟ نيتروجين اكسجين كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد كده احنا عرفنا مكونات الارث. طب اسالك سؤال، هل في انتر اكشن، هل في تفاعل ما بين المكونات ديت؟ يعني ايه كلمه انتر اكشن؟ يعني هل البايوسفير الحيوانات الانيمال بتستفيد من الهيدروسفير؟ هل الحيوانات بتستفيد من الميه؟ اقول لك اه. احنا كلنا علاقتنا بالميه ايه؟ هتقول لي درينك، هتقول لي ووش، صح؟ يبقى درينك اند ووش. خلاص ايه تاني؟ في ليفنج اورجانيزم ليفنج ووتر كانت حيه بتعيش في الميه لايك فيش اند بلانتس والنباتات زي الالجي. فاكر الالجي اللي خدناه في الفيرست ستيب؟ يبقى كده مع بعض لما يقول لي there is interaction. يعني interaction يعني في تفاعل ما بين البايوسفير والهيدروسفير. ايه التفاعل بينهم ده؟ يعملوا ايه مع بعض؟ هتقول لي كده بايوسفير لايك انيمالز drink from water، تشرب منين؟ من الميه، ده اسمه تفاعل. خلاص اند بلانتس نيد ووتر، النبات محتاج ايه؟ ميه. اوكي لو سالتك سؤال، انا لما باجي ببص على الارض من فوق، لما تيجي تبص على الارض، لو انت مثلا كده ركبت ايه الصاروخ الروكت وبصيت على الارض، ايه على فكره ممكن اقص عادي مش مشكله، خلاص قص ده بقى كله شغال. ماشي خلاص. لو جينا بصينا على الارث، if you look at the earth from the space، لو بصيت على الارض من فوق، الارض لونها ايه؟ لونها ايه؟ ها بلو. لونها ايه؟ بلو. لونها ايه؟ بلو. ليه الارض لونها بلو؟ because the earth if you look at the earth from the space، لو بصينا على الارض من بره هتشوفها لونها ايه؟ بلو. ليه؟ give reason ليه الارض لونها بلو؟ because the earth cover with water. again because the earth cover with ايه؟ water. الارض مغطيه بالايه؟ بالميه. اوكي؟ اوكي. طب نبدا مع بعض بقى ناخد حبه حاجات كده هنتكلم عن هل الهيدروسفير الميه ممكن تاثر في الجيروسفير؟ هل الميه ممكن تاثر في الصخور؟ فكر كده الاول. الميه والويند والرياح ممكن تاثر في الصخور على مر مئات السنين؟ يعني لو الميه ارتبط الصخور، لو حد فيكم راح مطروح، راح عجيبه وشاف الصخور حاليا متكسره، صح؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الهيدروسفير الووتر والويند والرياح والتمبريتشر الحراره، كل الكلام ده عمل ايه في الصخور؟ حصل حاجتين، حاجه اسمها، ركز معايا في الحته دي، حاجه اسمها ويذرنج وحاجه اسمها ايروجن. تاني كده، حاجه اسمها ويذرنج وحاجه اسمها ايروجن. يبقى وات از ذا افكت اوف هيدروسفير انتو جيروسفير؟ ايه تاثير الهيدروسفير ويذرنج ايروجن؟ ويذرنج معناها ايه كلمه ويذرنج دي؟ ويذرنج بالظبط ان التمبريتشر فروم سان والويند الرياح والووتر والرين بيعمل في الصخور بيكسرها، بريك بريك روكس بريك ذا روكس انتو سمول سين، يعني بيكسر الصخور في حاجات صغيره. شايف الصخره دي؟ تتكسر في الحاجات عامله كده، في حاجات ايه؟ صغيره. يبقى دي اسمها ويذرنج. انا كده بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن ذا انتر اكشن، التفاعل ما بين الهيدروسفير الميه والجيروسفير. الميه بتعمل ايه في الصخور؟ والرياح كل الكلام ده بيعمل ايه في الصخور؟ عندي حاجه اسمها ويزرنج. فعلا الرياح والميه والويند والتمبريتشر بتعمل في الصخور مع مرور مئات السنين بتعمل ايه؟ بريك داون. تاني كده، يبقى ويزرنج يعني كلمه ويزرنج بريك داون الروكس انتو سمول سينجز. يلا بقى، ويزرنج يعني ايه؟ بريك داون روكس، بكسر الصخور انتو سمول بارتيكلز. سمول ايه؟ بارتيكلز. باي ايه؟ ايه اللي كسرها؟ اللي كسرها التمبريتشر الويند الرياح اند رين. بعد ما كسرت الصخور بقت حاجات صغيره، يحصل حاجه اسمها ايروجن تعاديه. تيجي حبه ميه تروح شايله الصخور المكسره، نقلها من مكان موديها مكان ايه تاني؟
ده اسمه إيروجن. اسمه ايه؟ إيروجن. يعني إيروجن يعني تعرية، بتعري الأرض، بتشيل الحاجات دي من هنا وتوديها مكان تاني. يبقى انا كده عندي كام حاجة؟ تو بروسيس، عندي ويزرينج وعندي إيروجن. تاني ويزرينج إيروجن. إيروجن معناها ايه؟ معناها ترانسفير. معناها ايه؟ ترانسفير اوف سمول روكس فروم بليس تو انذر، بدل السقوط من مكان لمكان ايه؟ تاني. يبقى انا اتكلمت على كام حاجه؟ كحاجتين، ويزرينج، الويزرينج بتتكسر والايروجن بتتقل. خلاص؟ اوكي؟ كده اتكلمنا على العمليتين دول مهمين جدا. في بقى حاجات كده ايه، تعريف بسيطه عايزين بس ناكد عليه. انتوا عارفين وكلنا مع بعض عارفين ان الووتر في حاجه، اسمها ووتر سايكل. ووتر سايكل يعني ووتر سايكل ببساطه يعني عندي الووتر اللي هو الايس الجليد، ايس ميلت، الجليد بيحصل له ميلت، بينسحب، بيتحول لمين؟ لووتر. طب الووتر يحصل لها ايه؟ لو ريت تتبخر زي بالظبط لما ماما تحط الميه في البراد، الميه تتبخر، فالووتر يحصل لها ايه؟ ايفابوريت، تطلع فوق يحصل لها كوندنسيشن، تتجمع ويحصل لها تكثف وتنزل تاني على شكل ايه؟ رين. يبقى اللفه دي اسمها ايه؟ اسمها ووتر سايكل. ووتر سايكل يعني الايس التلج اللي هو موجود في نورث بول يحصل له ميلت، يبقى ووتر. الووتر يحصل لها ايه؟ ايفابوريت، تتبخر. طب يحصل لها ايفابوريت، اتبخرت، يحصل لها كوندنسيشن فوق، تكون كلاود، تعمل رين، الرين ينزل. دي اسمها ووتر سايكل، ووتر ايه؟ سايكل. بعد ما اتكلمنا على الووتر سايكل عايز اكد تاني على جزئين، امبورتنس اوف ووتر. الميه بالنسبه لنا مهمه. ليه مهمه؟ الهيومن اند انيمال درينك ووتر. تاني هيومن انيمال درينك ووتر. تاني هيومن انيمال درينك ووتر. طب البلانتس النباتات نيد ووتر. طب سم انيمال اند بلانت ليف ان ووتر. دي اهميه الميه بالنسبه لنا. طب يوز اوف ووتر، الميه دي مهمه بريبيرنج فود بالنسبه للصناعه، بحضر الاكل، باثينج، كليننج، مانيفاكتشر صناعه، ترافلنج انت بتسافر عن طريق الميه، عن طريق الشيب، وحاجات تانية قوي بس عامل فيها ميه. اوكي؟ طب اخر جزئيه هختم بيها، الميه حوالينا بشوفها في صوره ايه؟ انا عندي الميه، في عندي فريش ووتر وعندي سولتي ووتر. هنتكلم على سولتي ووتر، المياه المالحه. السولتي ووتر عباره عن ايه؟ اوشن. يعني ايه اوشن؟ المحيط. طب ليكس، البحيرات. الاوشن عباره عن، الاوشن ده عباره عن فيري لارج ووتر بادز، الميه المسطحه دي ميه كبيره جدا. ده الاوشن فيري لارج، فيري لارج. لكن الليك عباره عن ايه؟ الليك عباره عن ووتر بادي، عباره عن حبه ميه، حبه ميه حواليها ارض. حواليها ايه؟ ارض. حواليها مين؟ ارض. يبقى ميه هنا حواليها مين؟ ارض. يبقى الليك عباره عن ووتر بادي سراوند ماي لاند، سراوند ماي ايه؟ لاند. طب والريفر؟ الريفر بقى عباره عن ايه؟ ركز معايا، الريفر اهو. الريفر عباره عن ووتر بادي ذات فلو فروم هاي تو لو. دايما الريفر عامل زي الشلال. ريفر عباره عن ايه؟ ووتر بادي ذات فلو فروم ريفر. ريفر يعني ايه؟ يعني ووتر بادي عباره عن ميه ذات فلو فروم هاي تو لو. عارف الشلال بتاع الماء هو ده؟ الريفر عباره عن شلال، ميه بتيجي من فوق ليه؟ لتحت. خلاص؟ احفظها كده. لما يقول لي ريفر اقول له ووتر بادي ذات فلو فروم هاي تو لو. شلال ميه بينزل من فوق ليه؟ لتحت. تمام؟ استواري. استواري اللي هي المصب. يعني ايه مصب؟ يعني مكان بيتجمع فيه الميه. مكان بيتجمع فيه الميه، الميه ايه؟ الفريش والميه السولت، يعني الميه العذبه والميه المالحه. يبقى تقول لي استواري. استواري يعني ايه؟ مصب. يعني ايه كلمه مصب؟ يعني مكان بيصب فيه، مكان بيصب فيه الميه. انهي نوع الميه؟ الاثنين. استواري مع بعض. ووتر بادي، ووتر بادي. اكويتش فريش ووتر اند سولت ميت. المكان اللي الميه العذبه والميه المالحه بيتجمعوا فيه مع بعض. ده اسم. وبكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا الجزء بتاعنا. بدايه الترم الثاني هي بدايه سهله جدا. عايزك تطمن للساينس، ساينس سهل قوي الترم الثاني، محدش يقلق منه. وباذن الله هنكمل مع بعض الدروس اول باول، والمره الجايه ان شاء الله هنحل مع بعض على الدرس دوت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.